مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة الأسبوع من كلام صريح. نحن اليوم منكون ختمنا السنة الأولى من برنامج كلام صريح بكل مواضيعه الاجتماعية الإنسانية الحقوقية والتي لها علاقة بسياسات تتعلق بحقوق الناس والإنسان. في هذا البرنامج فتنا في معمقات مختلفة وبالعمق، نناقش فيها مواضيع يعني اتسمت بالحساسية، ودخلنا التابوهات مختلفة من خلال سنة في كل أربعاء من برنامج كلام صريح. نحن اليوم طالعين معكم الساعة 5 بدل عن الساعة 6، وإن شاء الله هذا الموعد المعتمد على طول. اليوم في حلقتنا رح نناقش بحلقة استثنائية وخاصة، وإلها كان حيثيات ومداخلات مختلفة. حلقتنا اليوم: ما الذي يحدث في مدارسنا؟ هل يحدث احتفال وموضوع الاحتفالات والابتهاج فيما يحدث في نهاية العام الدراسي بعد إنجاز الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، أم هو عبارة عن شغب، عبارة عن تخريب كما تم وصفه باتجاهات مختلفة خلال معرفة الكثير من المضامين من خلال صفحات السوشيال ميديا؟ الموضوع اتشعب والموضوع اتطور، ويمكن صار قضية رأي عام. نحن اليوم بالحلقة بدنا نعرف دور التربية والتعليم، أم التعليم والتربية؟ وكما متعارف عليه أن موضوع التربية يعتبر أولوية كما هو التعليم. ما قام به مجموعة من الطلبة في أحد المدارس الخاصة وأمس في مدرسة خاصة أخرى بموضوع الكتابة على الحيطان المدرسة وبالتعبير بالابتهاج أو التخريب كما تعددت الاتجاهات، بدنا نشوف بحلقة اليوم أين دور وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع؟ أين المتابعة، الإجراءات، المراقبة، وأيضا ماذا تقول النظريات الاجتماعية التربوية، وهل هي قابلة للتطبيق؟ نحن اليوم عم نحكي عن مشهد مجتمعي واضح، حبينا نناقشه في حلقة كلام صريح: ما الذي يحدث في مدارسنا؟ شفنا مشاهدينا بعض المقاطع اللي تم انتشارها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدنا نشوف هل هي أصبحت الثقافة السائدة حاليا، هل يعتبر تطور في التعليم أو نوعية التعليم أو نوعية التربوية العام بتكون منتشرة الآن في المدارس الخاصة. وللعلم هناك مشاهد مماثلة أيضا في المدارس الحكومية على حيطان المدارس في الخارج وداخل المدارس الحكومية. لنحكي أكثر في الموضوع نرحب بضيفتينا الكريمتين الدكتورة زينب الشوابكة، مديرة التعليم العام من وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا فيكي. ونرحب بالدكتورة إيمي بيتاوي، أكاديمية تربوية من الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيكي. وأبدأ مع الدكتورة زينب. دكتورة زينب، شفنا مقاطع وأكيد أنتوا رصدتوا كوزارة التربية والتعليم ما حدث، شو رأيكم باللي صار وكيف اتعاملتوا مع الموضوع؟ أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً كثير لقناة الأردن اليوم على هاي الاستضافة. حقيقة اللي بدي أحكي فيه هو هم بس مش لوزارة التربية والتعليم، هو هم مجتمعي. النقطة اللي بدي أبدأ فيها إنه التربية والتعليم ليست متعلقة فقط بوزارة التربية والتعليم. التربية والتعليم هي هم مجتمعي بشارك فيه أنا وإنتي وجميع الناس، جميع المنظمات، جميع الوزارات، لأنه ما في شخص بالأردن إلا وإله ابن أو ابنة في المدرسة. لكن حتى ما نجلد ذاتنا بنحكي بأنه هذا موجود بكل أنحاء العالم، الممارسات الفردية
اللي غير مسؤولة، وخليني يعني سامحوني المستمعين أو المشاهدين، هي غير أخلاقية أحيانا، ممكن نعتها بهذا الوصف. هي موجودة في كل أنحاء العالم، حتى في أمريكا في أوروبا موجودة، لكن إحنا ما بنقبل كمجتمع عربي، كمجتمع محافظ، كمجتمع عنده قيم وانتماءات، إنه إحنا نتقبل مثل هاي الممارسات. الأشياء اللي أنت بتشوفيها سواء كان عنف من الطلبة أو ممارسات من بعض أولياء الأمور، هي ممارسات خلينا نحكي فردية، يعني لم ترتقي إلى مستوى الظاهرة، خلينا نحكي إنها هي عبارة عن مشكلة لكنها موجودة في مجتمعنا. إحنا كوزارة التربية والتعليم حقيقة غير راضيين عن هاي الممارسات، حتى معالي الوزير يعني شخصيا بيعتبر إنها أولوية أولى لوزارة التربية والتعليم، اللي هي كيف إحنا نحصن أبنائنا، كيف إحنا نرفع من مستواهم الفكري، كيف إحنا نسلحهم بالعلم والمعرفة والقيم والاتجاهات حتى يكونوا أبناء فاعلين، ونقوم برسالتنا كوزارة التربية والتعليم. يعني دكتورة زينب، لم يكن هناك رضا أو قبول أبداً عما حدث، وكان يعني معالي الدكتور عمر الرزاز رفض الأحداث اللي صارت في المدارس. طبعا أكيد رفض، وإحنا كوزارة التربية والتعليم عندنا برامج عديدة جدا، يعني يمكن لا تتسع لا حلقة ولا حلقة. أكيد رح نحكي فيها، رح نحكي فيها بعضا منها خلال الحلقة. وننتقل للدكتورة إيمي. دكتورة إيمي، يعني كونك أخصائية تربوية بتدرسي في الجامعة الأردنية، وأكيد يعني مر عليك أجيال مختلفة كانوا في المدارس ووصلوا لعندك وشفتي اتجاهاتهم. ما حدث فعليا في المدارس بشوفوه هم من ناحية تربوية، بشوفوه انه ابتهاج، فرحتهم انجاز تمموه بطريقتهم الخاصة، ليه نعتبره مثلا انه شغب او انه شيء مرفوض؟ لا، هلا احنا بدنا نميز الابتهاج مختلف عن عملية التخريب. هلا اللي صار هو جزء من ظاهرة اسمها يعني في دول الغرب الفانديليزم. الفانديليزم هي تدمير طوعي او يعني او تشويه لممتلكات العامه او الخاصه من غير رضا المالك ومن غير معرفه مقدم الرعايه. يعني هلا هدول الطلاب او هدول مجموعه الطلبه هم قاموا بعمليه تدمير، بس ايش هي؟ هلا في انواع، في سلوكيات معينه تحت الفانديليزم. هلا اللي عرف هذا التعريف هي وزاره العدل الامريكيه، عرفت الفانديليزم اللي هو التخريب للممتلكات، هو التدمير ال 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 ايش احنا بنسميه، انه تدمير يعني تخريب مقصود. نعم التدمير مقصود. والتشويه، شوفي حكوا كلمتين، تخريب وتشويه، تدمير وتشويه. الفانديليزم هي التخريب بس هي التدمير والتشويه. ايش قلت الكلمه مقصود. المقصود مقصودة للممتلكات العامه والخاصه والشخصية في بعض الأحيان من غير موافقة المالك ومن غير علم مقدمين الرعاية. وإذا بنشوف كلمة مقدمين رعاية هون بتيجي هون على فئة عمرية اللي هم بتعرف الطفل هو العد العمر 18 سنة عالميا بحقوق الإنسان. الطفل هو عمره ليصير عمره 18 سنة، بعد 18 بطل أنه يصير طفل. فمن خلال هذا التوصيف أو التعريف، كمان وزارة العدل الأمريكية حكت في ممارسات أو سلوكيات إذا قاموا فيها هدول الأفراد تعتبر هي تخريب. من ضمن السلوكيات هو الرسم والكتابة على الجدران أولا، اثنين رمي السيارات والأشخاص والبيوت في البيض، تغطية البيوت كاملة في محارم الحمامات، لأنه في بعض الأحيان بتشوفوا صور إذا بتطلع على الإنترنت بتشوفي. صحيح مزبوط، في منه. تدمير الممتلكات العامة زي مثلا تكسري شبابيك سيارة، تكسري شبابيك بيت لجيرانك، أوكي. أو في كمان تكسير الممتلكات العامة زي مثلا البوث تبع التليفونات، أو إذا في بعض الدول الغرب بحطوا مكتبات في الشوارع أو مكتبات في البس ستوبس، وهي مرفوضة كمان. يعني كل اللي ذكرتيه مرفوض عليه عقوبة في طبعاً الدول الأجنبية. الدول الأجنبية حاطين هاي السلوكيات التي تندرج تحت الفانديليزم اللي هي تخريب الممتلكات العامة. وفي عليها طبعا في كل دولة بتعتمد يعني تأخذ إجراء مختلف عن الأخرى، بس له عواقب أو عقاب. معناته في أساليب مختلفة، إجراءات مختلفة أيضا حسب الأسلوب اللي تم استخدامه. أكيد. طيب دكتورة إيمي، دكتورة زينب، خلينا نشوف التقرير التالي عن ما حدث في المدارس الخاصة.
منشوف في الفترة الأخيرة طلبة بيحتفلوا بطريقتهم، لكن هالمرة بطريقة البرانك، لأنهم رح يتخرجوا من الثانوية العامة. ابتهجوا الطلبة بسلوك بشوفوه صحيح، وكتبوا وعبروا بطريقتهم على حيطان مدرستهم وبترحيب من الأهالي لاحقاً. إدارة مدرستهم الخاصة كانت قد أعلنت إلغاء حفل تخريجهم، والأهالي دافعوا عن أولادهم. المجتمع الأردني استغرب واعتبروه شغب مش ابتهاج في المدارس. ولغاية إعداد التقرير، الاتصالات مستمرة من محامين يمثلون بعض أهالي الطلبة وأيضاً من الأهالي أنفسهم، بضغطوا باتجاه تغيير موضوع الحلقة رغم دعوتهم من فترة لاستضافتهم وبيان موقفهم ودفاعهم عن أبنائهم الطلبة في كلام صريح. مدرسة أخرى، دخل شاب متهور بباص لملعب المدرسة أدى لدهس أحد الطلاب وإصابته بكسر في رجله. فما الذي يحدث في مدارسنا؟ أين المراقبة والمتابعة؟ وشو دور وزارة التربية والتعليم؟ وماذا تقول نظريات التربية؟ وهل هي قابلة للتطبيق؟ رجعنا لكم مشاهدينا وشفنا التقرير بكل حيثياته وأطرافه، وأسأل الدكتورة زينب. دكتورة زينب، يعني كل اللي رصدته وشفته يمكن كان أسبوع مش سهل عليكم كوزارة التربية، وساخن جدا، وأكيد الأطراف كليات عم تحكي عن بيئة مدرسية، طلاب، أهالي، إدارة مدارس. يعني وقع هذا الموضوع، شو الإجراءات اللي اتخذتوها فعليا بالميدان؟ يعني احنا بالوزارة عم بننادي بمبادرة، هي مبادرة ليست جديدة، اللي هي الشراكة المجتمعية. يعني احنا بنطلب من المجتمع انه يمد ايد المساعدة لوزارة التربية. كيف يعني؟ كيف الشراكة مع مين؟ الشراكة مع اولياء الامور، الشراكة مع اعضاء المجتمع المحلي، مع منظمات المجتمع المدني، مع منظمات المجتمع نفسها المحيطة بالمدرسة. فما بالك لما بتكون هدول الناس هم اللي عم بيسيئوا لمدارسنا. يعني بتكون بالنسبة لنا احنا كوزارة التربية بتكون الموضوع جدا صعب. هذا ولي امر او طالب متهور يدخل على مدرسة وتسبب على فكرة في كسر قدم واحد من الطلبة. يعني أنا بحكي في خلل بالمنظومة المجتمعية بشكل عام. الأصل أنه يكون البيت والمدرسة علاقتهم تفاعلية تشاركية، كل واحد فيهم يكمل الآخر. أنا لما بستلم الطفل من البيت، يقال بالنظريات بأنه شخصية الطفل تتشكل بالألف يوم الأولى من حياته. الألف يوم الأولى هي اللي بترسم حياة هذا الطفل للمستقبل. هي هاي وين بتتشكل أكثرها؟ بالأسرة. أنا بربي ابني، بنجب ابني، بربيه، بسلمه للمدرسة. الأصل تكون العلاقة تكاملية تشاركية. طيب، بين الجهتين. بس دكتورة زينب، بس يعني استفسر بهذا الموضوع، يعني أكيد البيئة المدرسية بجيتها مختلف الاتجاهات طبعاً. والمرجعيات طبعاً. والناس أكيد يعني مختلفين بطريقة تفكيرهم، أسلوب حياتهم، تعاملهم مع الطرف الآخر، عرفتي كيف؟ نعم. فإنه مش من المفترض أنه يكون المدرسة نفسها قادرة على السيطرة، الضبط والربط، أكيد. أنظمة أكيد. تعليمات كوزارة مثلا بتتابعوا كل هاي الأمور، بتحطوا تعليماتكم، بيكون في عملية رصد وتقييم وبالتالي تقويم ما يحدث. عزيزتي عبيدة، إحنا بالوزارة في عنا تعليمات ناظمة لهذا العمل كله، تعليمات رقم 5 لسنة 2017 اللي هي تعليمات الانضباط الطلابي. يعني كل حركة بيأتي فيها الطالب مخالفة للتعليمات في إلها، حتى أنا ما بحب أسميها عقوبة، لأنه هي فعلا إذا هو عمل مخالفة الأصل أن يكون في رادع له، لأنه إذا ما
تعاقب طالب على هاي على هذا الذنب اللي عمله هو رح يتمادى أكثر وأكثر. لكن أحيانا لما أنا باجي كوزارة التربية بدي أطبق الأنظمة والتعليمات بصطدم بولي الأمر اللي الأصل أنه يكون هو عون إلي ما يكون عائق. شو بتلاقي وضع ولي الأمر مثلا؟ وين الصدمة بتصير؟ الاصطدام معه؟ الاصطدام معه أنه ما بيتقبل، بيعرف أنه ابنه أخطأ بس ما بيتقبل العقوبة اللي هي، وهي مرات بتكون يعني بعض الممارسات تكون عليها العقوبة إنذار. لكن إذا كرر إذا كرر الذنب ممكن يكون نقله من مدارس المديرية، إذا رجع كررها أكثر نقله داخل مدارس المديرية، العقوبة اللي بعدها بنقله خارج مدارس المديرية حتى أخليه يتغلب شوي ويشعر نفسه أنه هو عمل ذنب وتعاقب عليه. لكن إحنا دورنا أبداً منخلي العقاب آخر سلاح لنا، يعني آخر العلاج الكي. أنا دوري كوزارة التربية يكون في عندي برامج تعديل سلوك، يكون في عندي برامج وقائية موجودة حالياً. طبعاً موجودة هذا في صلب. طب لو إنها موجودة وفعالة مثلاً كان منشوف هاي المشاهد. ستي هاي موجودة في صلب عمل المرشد التربوي. الوظائف للمرشد التربوي 3 وظائف نمائية بنائية يعني، وظائف وقائية وعلاجية. النمائية البنائية اللي هي أنه أنا كيف أدرب هذا الطفل كيف يتأقلم مع حياته، كيف يعيش حياته بأمان، كيف يكون يتعامل مع زملائه. إذا برجع بعطيه برامج وقائية حتى ما يقع بالمشكلة. لكن إذا وقع فيها عندي برامج تعديل سلوك، عندي دراسة حالة لهذا الطالب، عم بنشغل عليها حاليا فعليا. يعني أنا متأكدة الكلام اللي أنا بحكيه مسؤولة عنه هذا حكومة وخاص، لأنه مرشد في كل مدرسة. صحيح إحنا نعترف بأنه مش كل مدارسنا فيها مرشدين، لكن كل مدارسنا فيها لجان، حتى هي كانت اسمها لجان المناصرة في كل مدرسة بتقوم بدور المرشد التربوي. لأنه أنا ما عندي مرشد في كل مدرسة، لذلك ارتأت الوزارة بأن يكون في هناك لجنة تقوم بدور المرشد التربوي. الآن أصبح اسمها مجلس البيئة المدرسية الآمنة، في أولياء أمور أعضاء بهذا المجلس، في معلمين وفي طلبة، وبيقوموا بالسيطرة الكاملة حتى من برامج وقائية، محاضرات، ندوات. تمام دكتورة زينب. طيب نشوف دكتورة إيمي. دكتورة إيمي شو رأيك؟ تفضلي. إحنا غايب شوي عن الوعي أنه الجلوبالايزيشن اللي صارت، اللي هي الانفتاح الكبير والسوشيال ميديا لأولادنا اللي صاروا كتير هم منفتحين على العالم من خلال استخدامهم للتابلتس وللتابس وللفيسبوك والتويتر والسوشيال ميديا، كلها صاروا منفتحين على العالم، مش بس العالم، الثقافات الأخرى. فصاروا يشوفوا شغلات كتير بنفس يعني الأعمار اللي زيهم بتصرفوا تصرفات من ثقافات مختلفة هي لا تليق بمجتمعاتنا العربية. هلا واجبنا احنا كتربية وتعليم، كأهالي داخل البيوت، ان نوجه اولادنا اول شيء ايش يشوفوا، وثاني شيء اذا في تصرفات ويعني سلوكيات غير مرغوب فيها ولا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية احنا نمنعهم عن هاي السلوكيات. طب اذا هم عم بيشوفوها انها صحيحة وما في هي مشكلة، مش صحيحة فيها ومقبولة عندهم وعند اهاليهم؟ لا، هلا عند اهاليهم هاي المشكلة، انه اذا احنا بدنا نحكي على هذا التصرف في السلوك، هلا هو سلوك غير اخلاقي اولا من ناحيه القيم والاخلاقيات. ليش؟ لانه انا لما اربي ابني حريتي تنتهي لما تبدا حريه الاخرين، انه ممتلكات الغير خط احمر ما بيصير انا اعتدي عليها. هاي من صلب قيمنا احنا واخلاقياتنا احنا في دولنا العربيه. في اهل بقول لك انا دافع 12000 14000 ايفن دو، اذا دافع هذا الحكي صحيح زي ما بتقول الدكتور، ما هو الاهل عم بيعززوا هاي الفكره عند ابنائهم. اذا هون مشكلتنا احنا في توعيه الاهل بشغلات كثيره هم الاهل غايبين عنها. بس هلا اذا بدنا نرجع لهذا الموضوع، شو اللي خلى الطلاب يعملوا هذا الشيء؟ حدا سأل حاله سؤال؟ هل الأهل سألوا أولادهم ليش قمتوا بهذا السلوك؟ المدرسة سألت الطلاب شو كان الأجوبة؟ يعني أنا بحب أعرف. يعني بصراحة دكتورة إيمي ودكتورة زينب، وبنوه كمان للمشاهدين إنه نحن إلنا تقريبا أسبوع من وقت ما وقعت الحادثة عم نحاول نتواصل مع الأهالي أولياء الأمور إنه تفضلوا تعالوا نناقش مع بعض كمنبر مفتوح، كلام صريح بقناة الأردن اليوم، وعبروا عن آرائكم، موقفكم، ممكن عن دفاعكم عن أبنائكم، إنه هل ما حدث مقبول غير مقبول، وبالعكس يمكن يكون درس وتعليم الأجيال ما بعد ذلك. كنت بتمنى يكونوا معنا موجودين، لكن للأسف زي ما شفتوا بالتقرير اجتنا اتصالات من الأهالي، من محامين الأهالي، بينددوا وبتوعدوا في حال إنه إحنا حتى حكينا في الموضوع
يعني حتى طلبوا تغيير الموضوع. فهل احنا وصلنا لمرحله انه احنا عم نعزز الممارسات السلبيه وبنغرسها في ابنائنا ونقول عليها ماشي يعني تمشي الامور عادي؟ كنت بتمنى وجودكم معنا اليوم للاسف، ومن غير تنديد ومن غير مثلا وعيد، موضوع تغيير الحلقه لم يكن باي حال من الاحوال انه يتغير لمجرد اتصال من محامين، والطرق القانونيه موجوده ونحن اعلم بالوضعيه القانونيه، وزي ما شفتوا بالتقرير لم يكن هناك ظهور لاي وجوه من ابنائكم. أبيتا هلا انا اللي بدي احكي، هلا وجود هذا البرنامج او انك تطرحي هاي الفكره هو ليس بانه احنا بدنا يعني نعمل مشكله او نشهر بالاولاد او بالاهالي، بالعكس احنا بدنا هذا الموضوع ان ما بده يصير ظاهره، لانه هو جدا خطير. يعني انا كتربويه اذا بدنا نحكي ايش اللي بيدفع الاطفال انهم يقوموا بتصرفات من هذا النوع، وليش في دول الغرب اعتبروها انها مشكلات سلوكيه، وهي المشكلات يعاقب عليها القانون، وكل دوله تعاقب بطريقه مختلفه عن الاخر، لانه خاصه الرسم والكتابه على الجدران بدات هي اصلا من الجانجز اللي هم شوية بدك تسعفيني باللغة الإنجليزية، الجانجز اللي هم العصابات. هلا بتيجي عصابة بتقول إذا بدها تعلم أنه أنا هاي الحي أو هاي المدرسة صارت إلي، بتقوم تكتب رسائل معينة يا إما بالكتابة أو بالرسم لهذا الحي، أنه هذا الحي صار علامة إلي، صار إلي، وليش هو عمل هيك؟ طيب شوف لا بخليني اكمل فكرتي، بس لانه جدا مهم. في سؤال لك وسؤال للدكتوره زينب، تفضلي حبيبتي. بس خليني اكمل، والسبب انه المسؤول عن هذا الموضوع هو غير مهتم في الناس الموجودين عنده، والغير مهتم اذا يحق لنا ان ندخل الجريمه عندك. شوف قديش في شغله هلا في شغله بالنسبه لي. انا عايزه دكتوره زينب، دكتوره ايمي، بس عشان في شغله انه عم نوصفها حاليا، وعشان ما تبين كمان للمشاهدين حتى اللي بيحضرونا خارج البلد الموضوع بيصير لاول مره، موضوع البرانك اللي عم بيصير اللي هو لاست سكول داي، هلا هم اخذوه عم بيتعاملوا معه انه شيء عادي، بقول لك انه على مدى سنوات، بس لانه صار في تصوير والتصوير وصل لمواقع السوشيال ميديا فهذا متعارف عليه، فليش الناس اليوم استغربت؟ اقول لك هلا هل خبروا الطلاب هلا في برانك داي؟ انا بقول لك في كل دول العالم الهاي سكولرز هم بيتعاملوا على الموضوع انه برانك داي. لا في بخبروا المدرسه، بخبروا الاداره، والاداره بتكون عارفه انه هذا اسمه برانك داي، وذي برانك ذا سكول وبرانك التيتشرز سوري يعني المعلمات والمديره، بكون الاشي عادي. اللي صار انا شفته انه اتس نوت ا برانك داي، هو فاهمين الموضوع غلط، ممكن فاهمين غلط هاي بس إشي. كمان تسمحي لي دكتوره ايمي، انا يعني بعتقد انه لازم ننصف الاهالي برضو شوي، انه مش كلهم راضيين عن هذا التصرف. انا متاكده انه مش كل اهالينا، كل اولياء امور طلابنا بالمملكه بيرضوا عن أكيد هذا التصرف. طبعاً أكيد هي اكيد فئه قليله جدا اللي ممكن تايد ابنها، لانه احنا بنصطدم احيانا لما انا باجي كمدير مدرسه بدي اعمل مجلس ضبط لطالب، بيجي ولي امر بيحكي انا راضي ابني يكون هيك، انت راضي ابنك يكون هيك بالبيت، لكن عندي بالمدرسه بده يلتزم بالانظمه والتعليمات. هي ممارسات فرديه لغير، يعني الحمد لله لم ترتقي الى مستوى الظاهره ابدا. يعني اذا هدول الطلاب مارسوا هاي الممارسه وكتبوا على جدران مدارسهم، هم اساءوا لانفسهم اولا، اساءوا لاهاليهم، اساءوا لبيتهم الثاني اللي هي المدرسه. لكن حسألك دكتوره زينب ما بعد الفاصل، ايضا يحصل في المدارس الحكوميه ومنذ سنوات. لكن مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، ومنتابع ومنأكد أنه ما الذي حدث في مدارسنا، منأكد على أنه ليس أبدا للتشهير بأحد، لأنه بالنهاية الطلبة عزيزين علينا وغالين علينا، لكن إحنا إذا كان في مشكلة حابين نعالجها، وزي ما حكيت وذكرت قبل الفاصل كنا نتمنى أنه الأهالي يكونوا معنا ونناقش معاهم ما حدث والموقف والاتجاهات، وما بعد ذلك إيش ممكن يعني إيجاد حلول معاهم في حال إذا كان في سوء فهم عن موضوع أو مفهوم ثقافة جديدة اسمها الترانك وكيف البرانك عفوا البرانك وكيف آلية التعامل معها وشو أساليبها حتى لو كانت جديدة على مجتمعنا. بدي أرجع للدكتورة زينب. دكتورة زينب أسألك إنه يعني إحنا شفنا المشهد تم التفاعل عليه بالسوشيال ميديا، لكن المدارس الحكومية فعليا
من سنوات موضوع الكتابة على الحيطان، على حيطان المدرسة من الداخل والخارج موجودة. يعني هذا النوع من التخريب، بنحكي عن ممتلكات عامة، يعني عن ممتلكات حكومية موجودة، وبنعرف وبنشوف انه في، انا عندي مدرسة منطقة تلاع العلي كل شهرين ثلاثة بشوف رجعوا دهنوا المدرسة كمان مرة. يعني ليش هيك عم بيصير؟ وهل فعليا قد ايه فعالية البرامج بتشتغلوا عليها ما دام انه كل شهرين ثلاثة بترجعوا بتدهنوا لانه برجع التخريب كمان مرة؟ الظاهرة المشكلة موجودة، الكتابة على الجدران موجودة، مش بس خارج الأسوار الخارجية، أحيانا على المدرسة جدرانها من الداخل موجود. برامجنا يعني مستمرة في مدارسنا، مرشدينا بيتلقوا تدريب وبيقوموا بإرشاد الطلاب، لكن هي فروق فردية. لكن هي فروق فردية. لما أنا بأكد برضه على ضرورة التعاون ما بين المدرسة والبيت، ما في سيطرة، بأكد على، طبعا في سيطرة من ناحية تطبيق الأنظمة والتعليمات. بتعرفي إنه بعض أولياء الأمور برجع بيصلح الخلل. هو أنا كنت مدير تربية في لواء الجامعة، وكان في المدارس اللي بتحكي عنها في تلاع العلي وفي مناطق اللواء، كان لما ولي الأمر يشوف ابنه كتب على الحيط بيروح يجيب علبة دهان وبدهن المدرسة هو بإيده. هذا دليل، هذا نموذج إيجابي، ونموذج إحنا يعني بنرفع له القبعات إنه هو اعترف بأنه حلو. ابنه أخطأ جميل. وقام بتصحيح الخطأ. لكن نصطدم مع مين لما بيحكي لك يعني عبر عن شعوره وكتب؟ شو المشكلة؟ هلأ إحنا في صدد حتى نعالج مثل هاي المشكلة. معالي الوزير أطلق مبادرة جديدة في وزارة التربية والتعليم، تخصيص 20% من وقت الدوام المدرسي هو للأنشطة المدرسية. يا أخي إذا كانت عندك هواية بدل ما تمارسها على الجدران وعلى الحيطان راح تمارسها داخل الحصة الصفية، راح يكون 20% من وقت الدوام المدرسي هو للأنشطة، حتى يعبر الطالب عن شعوره، حتى يفضفض الشيء داخله. مثل شو مثلا؟ رياضة، فن، موسيقى، تربية مهنية، راح يكون في مخيمات، راح يعبر عن كل النشاط، عن كل الهوايات اللي هي موجودة عنده. وهذا أنا متأكدة بأنه راح يكون في له انعكاس إيجابي على سلوك من الطلبة. هاي من العام القادم، على تخفيف العنف، على تخفيف المشاغبة. لكن برجع بحكي لك أنها هي عبارة عن ممارسات فردية، وبطلب من هذا المنبر الرائع بأنه يكون في هناك علاقة وتشاركية ما بين المدرسة، البيت، وسائل الإعلام، دور العبادة. ما نترك وزارة التربية والتعليم تقوم بهذا الشيء لوحدها، لأنها لوحدها لا يمكن أنها تستطيع تقوم بهذا الحمل لوحدها. لو كان في ولي أمر يعني بنحرج أحكي ربى ابنه تربية مضبوطة، لكن لو كان صارم مع ابنه، كان قوي مع ابنه بأنه إذا أنت بتخرب أنا اللي بنحرج كولي أمر، إذا أنت بتخرب أنا بدي أصلح وراه، وممنوع تمارس هاي الممارسات في مدرستك اللي هي بيتك الثاني. لكن للأسف أنا لا أعمم، أقول بعض أولياء الأمور هو غير متعاون لا مع المدرسة ولا مع الوزارة. طيب دكتورة زينب، إذا كان مثلا عندهم موهبة أنهم بيحبوا يخربشوا ويكتبوا على الحيطان، ليه ما نخصص لهم جدارية معينة، جدار معين، ويعملوا فيها اللي بدهم إياه؟ والله في ويتركوا بقية ثقي تماما. بس أكمل لك، في مشروع بصمة إذا أنتوا سمعتوا فيه اللي كان بفترة الصيف الماضي. هذا البرنامج يعني كان عبارة عن مرحلة تجريبية وسيعمم. أعطينا الطلاب الحرية يرسموا على الجدران، يرسموا على الأسوار، لكن يرسموا مش أي كتابات وأي أشياء، يعني رسومات هادفة، رسومات في من وراها رسالة تربوية ممكن توصل لكل على كل مدارس المملكة. نعم، على يعني هي لا كانت مرحلة تجريبية، مرحلة في كل تجريبية. مديرية مدرستين، لكن الصيف. السنة هاي بالصيف بالسنة هاي رح يكون الأمر مختلف بإذن الله. تمام دكتورة زينب، تفضلي دكتورة إيمي، كان في عندك تعقيب معين. هلأ هو هذا الرسم على الحيطان هو آرت اسمه جريفيتي، ومعروف في كل دول العالم. هلأ زي ما حكت الدكتورة أنه هالشباب اللي عندهم حب للرسم وبالاكسترا كوريكولا اللي هي الانشطه الغير منهجيه داخل المدارس، ليش ما نعطيهم الجداريه؟ ليش ما يرسم على كل جدران المدرسه بس؟ لانه من خلال هذا الفن في رساله بعطوها بيقدروا يوصلوا، لانه جزء من هاي مشكله التخريب انه اعطاء رساله في مسج. نعم معي. لازم تعطي رساله، سواء كانت رساله ثقافيه او رساله فنيه، مش غلط. بالعكس، هي انا موضوع بصمه كثير عجبني. انا لما شفت انه الوزاره عملته حسيت انه الحمد لله، انه صار في اشياء شويه انه بتساعد هالطلاب خاصه في المدارس انه يفرغوا الطاقه اللي عندهم. بس انا بدي ارجع شوي للفيديو ممكن. تفضلي طبعا. شو تعقيبك عليه؟ تعقيبي انه
أنا لما سألت شو كان السبب، يسألوا هالطلاب ليش عملوا هيك. هلا الأسباب اللي بتخلي الناس المراهقين بالذات في هذا العمر يقوموا بهاي الأعمال، هي يا إما البير بريشر اللي هو ضغط الأقران، يا إما الزهق، يا إما اللعب. هدول أنا حسيت أنه هدول الثلاث أشياء هم اللي مشوا مع من كتر الزهق والفراغ فعبروا بطريقتهم مثلا هاي شغلة. أو اللعب، ممكن واحد يجي يقول أنا بقدر أكسر هذا الشباك في الطابق الثاني، يرمي عليه حجر، قل له أنا على الطابق الثالث يرمي حجر. أو في إشي اسمه الانتقام، ممكن أنه المدرسة حطت أو الإدارة حطت قانون معين ما عجبهم في النهاية. تعرفي أنه في أكثر من سبب بتخلي هدول، مش هم المدرسة، أنا بديش أحكي على المدرسة بس بحكي بشكل عام على التخريب. هذا في ممنهج، في تخريب للعب، إلهم أسباب وإلهم أسماء. فأنا حسيت أنه في ثلاث أنواع للتخريب اللي شوية مشت مع هذا الموضوع. وكان التخريب مش يعني أنه كيف بدي أقول لك، مش مقصود هذا التخريب، ما كان مقصود، ما بعتبره مقصود. وزي ما حكينا احنا انه ممكن هم خربطوا بين ايش البرانك وايش. طب اذا كان تخريب غير مقصود، هل بحرمهم من حفل التخريج؟ لا، شوفي، هلا انا دائما بقول لازم هم يعرفوا انه في قوانين لازم يلتزموا فيها، سواء كانت في المدرسه، والاهم من هيك قوانين المجتمعيه. انا كمواطن صالح موجود داخل مدرستي، اذا انا بدي احافظ على ممتلكات مدرستي. ما هو كمان حتى يعني من باب انه نكون محايدين دكتوره ايمي، يعني اللي صار خلال الفيديو اكيد كان لفتره زمنيه اطول من اللي شفناه احنا بالفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا. هل يعقل مثلا انه اداره المدرسه شايفه هالمشهد؟ هذا السؤال اللي بدي اساله. وما كان اللي لحظه عمليه ضبط وربط وايقاف ما يحدث؟ يعني اكيد في كان هناك موافقه معينه. السؤال مثلاً المطروح وين كان في موافقه؟ اذا هو برانك، خلينا نكون صريحين. بالضبط. اوكي، يعني الفترة الزمنيه انه ما بين حتى استاذ او مس، يعني أو حدا إداري مثلا، يعني وين المدير، وين المساعد، وين المعلمين اللي سمحوا للطلاب يوصلوا لهاي المرحلة؟ طيب ما عملتوا أي استجواب دكتورة زينب؟ ما سألتوا إنه وين كانوا عشان نفهم الموضوع؟ أكيد يعني تواصلتوا مع طبعاً طبعاً مع طبعاً. إحنا نتواصل مع إدارة التعليم الخاص اللي هي إدارة واحدة من إدارات المدرسة. شكلوا لجنة من داخل المديرية حتى يعني تعمل تقرير كامل من داخل المدرسة. خلينا نوقف هون وما بدنا نحكي أكثر من هيك بهذا الموضوع، يعني إنه بالنسبة للمدرسة إنه في رح يكون في مساءلة، إنه وين أنت كنت كمدير مدرسة، وين كنت كمعلم، أنت دورك تزرع قيم واتجاهات، معناته أنت خرجت طالب توجيهي بيحمل هذا الفكر كأنك ما اشتغلت 12 سنة. إذا خرجته بهذا الحلو انه يعمل حفل التخريج، الحلو انه يحتفل بنجاحه، يعني في مساءله انه طبعا في مساءله احنا عندنا وحده بالوزاره اسمها وحده جوده التعليم والمساءله. هاي يعني ان شاء الله راح تكون حتى تدخل للمدارس التعليم الخاص. صحيح احنا العبء كثير كبير اذا في داخل العاصمه عمان 150 مدرسه غير مدارسنا احنا الحكوميه، هذا لا يخلي المسؤوليه ابدا على الوزاره، لازم تكون موجوده على رأس كل مدرسة، على رأس كل طالب. كان في أكثر من مدرسة دكتورة زينب؟ نعم أكثر من يعني مدرسة. يعني كان في مدرسة تانية المدرسة نعم. نفت وأنتوا أكدتوا أنه كان في. نعم إحنا شكلنا لجان من عندنا من الوزارة من مديرية الإرشاد، ورح بالتعاون مع إدارة التعليم الخاص يوصلوا لهاي المدارس خلال يعني يومين أو ثلاثة، بتكون عندنا تقارير. هاي التقارير إحنا بندرسها وبالتالي بنسائل هاي المدارس. لأنه بس بدي أعلق على موضوع أنه تخريج الطلاب من الثانوي العام مش حرام ولا عيب، الأصل أنك تعمله وتحتفل بنجاحك، بس مش بهاي طريقة، بطريقة حضارية. حضرنا كتير حفلات تخريج للطلاب، حضرنا كتير آخر يوم بالمدرسة كيف كان بيعبروا الطلاب، كيف بيعبروا عن ولائهم انتمائهم للمدرسة وللمعلم. مثلا للحظة هناك موافقة ضمنية من إدارة المدرسة بعدين بلغوا هون التخريج كمان، يعني بطلت منطقية الأمور. رأيك؟ لا صحيح مزبوط، بس أنا في عندي يعني من وجودي في عمان و اطلاعي على الـ educational system أو أكيد النظام التعليمي، يعني أنا حابة أسأل الوزارة، يعني أوكي المدارس الخاصة بتجيب برامج تعليمية أجنبية وبتدرس هالطلاب، هل كل واحد بدرس هاي البرامج التعليمية المعلمات هم مؤهلات بأنهم ينقلوا كل إشي موجود فيها بالطريقة الصحيحة؟ أنا مثلا عندي ما أخذ على هذا الموضوع، أنا لا أعتبر أن هالمعلمات الموجودين بدرسوا في هدول المدارس هنا كفؤات وهم عندهم هالمقدرة، لأنه ما بيعملوا لهم تدريب.
هلا برنامج تعليمي تدريب على المناهج التعليميه. شوفي دكتوره ايمي احنا الاي بي قصدك دكتوره ايمي الساك والاي جي سي اس والاي بي لانه عندها التيرن اوفر انه بتكون انا ما بحكيش على الوزاره انا بحكي إحنا على المدارس الخاصه هلا عندنا احنا صار ازمه احنا بدنا ثوره تعليميه داخل الاردن احنا جبنا برامج تعليميه لا تتناسب مع مجتمعاتنا وين في المدرسات يعني طبعا دكتورة المدرسات بتخرجوا من الجامعه في جاب كبير بين اللي بتاخده المعلمة داخل في الجامعة وبين التطبيقي اللي بدها تيجي تطبقه هي في المدرسة. هلا المطلوب انه اذا المدرسة قامت في برنامج خلينا نقول الاي جي سي اس او السات او الاي بي يعملوا لهم برامج تدريبية قبل ما تدرس عشان تقدر تفهم دكتورة لانه هذا جاي من ثقافة حبيبتي هذا جاي من ثقافة معينة احنا جايبينها لهون بحاولوا انهم هم يطوعوها للمجتمع الاردني وللثقافة الاردنية بس ستيل انا بقول اللي صار في المدرسة هاي او اللي بيصير في المدارس الاخرى لانه كتير في ثقافات صارت علينا ثقافات غريبة نازلة علينا على شبابنا هاي المناهج الموجوده بالتالي حيكون اعطائها رح توصل للطلاب عرفتي هو شو معلش اعلق على هذا الموضوع يمكن احنا طلعنا عن الموضوع الاساسي لكن من ضمن النقل بس انا بدي احنا لا يمكن نسمح لاي مدرسه تعطي برنامج اجنبي وبتدرس مناهج اجنبيه ما لم يعتمد من اداره التعليم الخاص قسم اعتماد لهاي البرامج قسم خاص للبرامج الاجنبيه ما يمكن منهاج الدراسه ولما وصلنا معلومة أحيانا تجينا على تواصل المواقع التواصل الاجتماعي إنه المدرسة الفلانية عم بتدرس قصة أو مادة فيها مثلا بعض الإيحاءات أو بعض الشغلات بنطلع للمدرسة تتشكل طبعا 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 في قسم خاص حتى لا ما يمكن تدرس المدرسة المنهاج إلا لما يعتمد يأخذ أبروفل من إدارة التعليم الخاص أنا مش هيك يعني بحكي دكتورة أنا بعرف أنكم بتعتمدوا أنا بحكي هل المعلمات الموجودات بدرسوه تلقوا من المدرسه بلاش من وزاره التربيه والتعليم يعني اخذوا تدريب المدرسه اعطتهم تدريب على هذا البرنامج اللي انتم اعتمدتوه اكيد كيف بدها تدرسوا اذا ما كانت مؤهله بس احكي لك حبيت من فكره الدكتوره ايمي موضوع نقل الثقافه اللي داخل هاي المناهج الى عقليات هي ليش الطلاب. بتعتمد هي ليش بتعتمد اذا كانت خارج نطاق مجتمعنا الاردني وثقافتنا وفلسفه وزاره التربيه والتعليم ما بتتدرس اذا فيها نقل لثقافه اخرى حتى انا بصير الطالب عنده يعني صراع بين ثقافته الأردنية العربية وبين الثقافة اللي قادمة له من الخارج إذا ما في هناك عنا قسم وفي عنا مشرفين بيقوموا بدراسة هاي المناهج إذا كان فيها أي خلل ترجع لمصدرها ولا تعتمد دكتورة. هلأ دور التدريب للمعلمين يقع على عاتق المدرسة بتقوم بحق الدورات للتدريب بس المدارس اللي عم نناقش موضوع يعني أنا بعرف مدرسات بكفاءات عالية كمان أنا ما بحكي أنا بحكيش الكل بس يعني أنا يعني إلها 15 سنة و15 سنة بدرسوا هاي المناهج طبعاً. الأجنبية بنحكي إحنا للإنصاف وكل فرح لأنه بياخذوا امتحانات اللي بياخذوا امتحانات وبمروا بامتحانات بياخذوا امتحانات الجي سي إي والآي جي والآي بي والسا أنا ما بعمل عملية التعميم شوفي هلا انا عندي طالبات في الطفوله المبكره في الجامعه الاردنيه وبنزل على الميدان يطبقوا اللي احنا بنعطيهم اياه اللي الشيء الصحيح في عمليه التدريس بشوفوا في جاب كبير بين اللي بدهم يدرسوه في الميدان وبين اللي هم باخذوه عندنا في الجامعه اكاديميا اكيد يعني حتى لما خلصنا شهادات عليا النظري غير التطبيقي طبعا لا احنا يعني حتى على مستوى الاعلام اللي درسناه غير اللي طبقناه صدقيني بنعطيهم تطبيقي بس في خلل احنا ما بدنا احنا نحط راسنا بالنعامه زي النعامه بالارض بدنا أوكي. نحكي اذا في اشكاليه بدنا نحكي عنها طبعا يعني كاكاديميه وكتربويه انا شايفه هذا الخلل وبالحقي اني انا اعطي يعني ولو نقول يا جماعه فيها الخلل خلينا نطلع عليه صحيح أنا دكتوره ايمي انت كلامك ما بحط ايدي صحيح. على اصبعي على حدا بس ما في هلا ما بنكر انه عندنا معلمات كفؤات وما بنكر انه الوزاره مش انها قايمه بعملها وما بنكر انه في برامج جدا أنا كويسه لسه بشوف المناهج الاجنبيه عليها تدقيق اكبر أكتر. على المدرسات اكثر من المناهج العاديه هلا الدكتوره بتحكي عن برامج الطفوله المبكره كيف المعلمات بتخرجوا يعني ما هي مخرجات التعليم العالي هي مدخلات للتعليم العام أكيد. ومخرجاتنا احنا مدخلات لهم يعني هي بتخرج طالبها بدرس عندي انا بتخرج طالب من ثانوي عام بدرس عندهم لكن بس اكمل الفكره انه في عندنا احنا الان اكاديميه الملكه رانيا بعد ما يتخرج الطالب من الجامعة إذا كان حاصل على رياضيات
وراح يتجه لمهنة التعليم، ما بدنا ندخله على مدارسنا إلا بعد ما يدخل على أكاديمية الملك رانيا يدرس سنتين هدول تحضيريات حتى يصير هذا جديد وأثبت وجوده بالميدان حتى أنا أطبق الفكرة اللي أنت عم تحكيها حتى طالبنا اللي تخرج من الجامعة يكون مؤهل إنه يدخل غرفة صفية تعامل مع الطلاب يعدل سلوكهم أكاديميا يكونوا أقوياء. وهذا طيب دكتورة زينب، نحكي بكل صراحة في كلام صريح، هل بتشوفوا كوزارة التربية والتعليم اليوم وما يحدث في المدارس الحكومية والخاصة، لأن موضوع التخريب عم بيصير في المسارين يعني مش إنهم اثنين أقل من بعض، هل بتشوفي إنه هل يعني عم بتحافظ المدارس على هيبتها البيئة التعليمية؟ هل هناك هيبة حقيقية للمعلم لمديره لأستاذه إذا وقف قدامه، يعني لو حس حاله أنه عم بيعمل إشي غلط على الأقل من باب الاحترام، هيبة المعلم هيبة المدير؟ نحكي بصراحة يعني لو إنها موجودة كان منشوف هاي المشاهد. وهي يمكن رسالة منك للطلاب للأهالي. الموضوع جدا حساس، أنا من هذا المنبر لا يمكن أقول بأنه ما في هيبة للمعلم، بالعكس معلمنا بيقوم برسالة عظيمة جدا، هو بيقوم برسالة الأنبياء، الهيبة المعلم موجودة، لكن اللي مش موجود ممارسات سلبية لبعض الطلبة، في بعض المعلمين الطلبة بينحنوا لمعلمينهم وبيقدروهم ويعني بتكون العلاقة إيجابية جدا بينهم، لكن في ممارسات سلبية وفي بعض الطلبة أبدا يعني بحاجة إلى أنهم إعادة تأهيل. إيش في ملاحظة على الفيسبوك، لأنه هلا نحن طالعين مباشر من الأخ محمد نمر، يسعد مساك أستاذ عبيدة، تفضل شوفي التسيب في المدارس الحكومية في عمان الشرقية، تدخين وألفاظ مسيئة لا معلم ولا مرشد سائل. طيب ما سألتيني عن برامجنا اللي احنا بنشتغل عليها، هلا احنا عندنا العديد من البرامج، يعني البرامج اللي عن التدخين في عندنا مبادرة تحصين، هاي مبادرة لسمو سيدي ولي العهد الأمير حسين، هو اللي قام بهاي المبادرة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، هدفها تحصين طلابنا عن المخدرات وعن التدخين، دربنا المرشدين التربويين، عملنا كورتين فريق محوري وعم بيدرب كل مرشدين المملكة وبيدرب فريق البيئة المدرسية الآمنة، بنحكي على برامج مع النحو بيئة مدرسية آمنة بتحصن طلابنا ومعلميننا ومرشديننا كيف يتعاملوا مع الطلاب وكيف بنخفض نسب العنف، في عنا برنامج نشاطاتي هذا مدارس بلا عنف، يعني في عنا العديد من البرامج يمكن ندرج لها حلقة كاملة ما منكمل شو في عنا برامج كلها يعني عم بحكي لك إنه تعالي شوف المدارس الشرقية حتى لو عملتوا زيارة فجائية بقول لك في سوء في معاملة في أنا ما بستطيع أحكي لك إنه والله في تدخين، يعني امبارح لما عرفت إحدى المتابعات للبرنامج بعتت لي بتقول لي عبيدة أنا أولادي كلهم بمدارس حكومية تمام، لكن لما تروح على المدرسة نحكي بكل صراحة وشفافية، لما تروح على المدرسة الثانوية لبنتها أول سؤال تحكي لها إياها المرشدة التربوية إنه منيح إنه بنتك مش مصاحبة، بتروح على المدرسة الابتدائية عشان ابنها بحكي لها منيح إنه ابنك ما بدخن، يعني هل صار هون موضوع إنه نحن هل يمكن أعمم على معلمي المملكة الأردنية الهاشمية من خلال ممارسة معلم أو معلمين اثنين؟ احنا يعني انت بتشوف عبارة عن ممارسات فردية لا يمكن نعممها على قطاع المعلمين، وبتاخذ اجراءات. نعم بنتابع وبناخذ اجراءات وبنحصن وبنعمل برامجنا، احنا يا جماعة بنتعامل مع قطاع واسع جدا، احنا عندنا 1,600,000 طالب، شوفي كم بيشكل من سكان المملكة، يعني العبء كبير كبير على وزارة التربية والتعليم، لكن بنقوم بدورنا واكثر. في عندي دكتورة ايمي تفضلي، في عندها تعليق تفضلي، ايش رايك؟ مسموح لها الدكتورة ايمي، ما في مشكلة ابدا، طالما انه كلام صريح احنا هدفنا واحد حبيبتي. هلا مشكلتنا في التعليم انه احنا بنركز على الناحية المعرفية والعقلية وبنهمل الناحية الاجتماعية والانفعالية للطفل وللإنسان وللمراهق. أعطيني كيف يعني؟ أوكي أنا بعطيكي. لما هلأ حكيت أنا شو كانت نقطتي في بعض الأحيان كان مش قادرة أعبر أنا عن اللي بدي أحكي، أنه إيش نقطتي لما أنا قلت في معلمة تكون قادرة على التدريس وأعطوها تدريب، لأنه هاي البرامج اللي بتنعمل أنها تحاكي الطفل في جميع جوانب نموه أو الطالب في جميع جوانب نموه، فأنا بهتم فيه داخل الصف يكون آمن، ما بصرخ عليه ما بضربه، عرفتي كيف؟
يعني بحاول قدر الامكان اتعامل معها كانسان 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 طبعا. اوكي هلا هذا الحكي احنا ما بنشوفه دائما في كل في صفوفنا. انت بتشوفي انه هون بصير في هيبه للمعلم لما يتعامل معه بطريقه مثلا بطريقه وديه؟ اه طبعا انا في انا شايفه بصراحة يعني من يوم بطل في ضرب بطل في هيبه. لا الضرب عمره شوفه من ناحيه مش بس او تاديب. التاديب في فرق التاديب وليس الضرب. التاديب اني انا لما الطفل زي هلا انت حكيتي انه في مدرسه في انا سالت هذا السؤال عشان استفزك اكثر. لا معلش في طلع العلي انه خرج الاب وهو اللي صحح الوضع. ما بصير هو الولد ابنه اللي لازم يصحح لانه هو يعني أنا لازم اسائل الولد انت مسؤول عن تصرفاتك. احنا بنحط قوانين ورولز داخل الصفوف. هاي القوانين اذا انت خالفت هذا القانون في هذا مش عقاب هو كونسيكونس. انت لازم تعرف بنقعد شهر وشهرين نحكي فيهم مش بس في مراحل الطفوله للمراحل الكبار. فعشان هيك احنا بنلاقي انه في 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 هاي البرامج عارفه ايش المعلمه بدها تعمل. ما بتقعد بالصف هي تسكت فلان وعلنتان وبصير الصف طبعا طبعا بصير بصير لازم احكي نقطه كثير مهمه لازم احكي نقطه كثير مهمه. هلا احنا جديد بمجلس البيئه المدرسيه الامنه عملنا شيء اسمه ميثاق الميثاق ميثاق السلوك المدني التربوي. هذا الميثاق هو عبارة عن يعني بينطلق منه أو بينبثق منه ميثاق سلوك بيعمل الطالب داخل المدرسة. بجلس المدير المدرسة المعلم مربي الصف بيقعد مع طلابه وبيحكي لهم امشوا نعمل قواعد ground rules. امشوا نعمل قواعد سلوك في داخل هذا الصف. وطالما احنا بنعملها وانت الطالب طلعت مبادرة منك انت حط قواعد السلوك تبعتك ضعها على اكيد رح تزبط مع الطالب المثالي. لا بس احكي لك لا 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 معلش لا معلش لو سمحت مع كل طلاب الصف كلهم بيشاركوا فيها. طب حلو مثلا ممنوع مقاطعه زميلي ممنوع اطلع بدون اذن ممنوع اغيب بدون ما مفروض ما اشوف بس اكمل لك الفكره عليها بس اكمل لك الفكره. هو الموضوع هذا هو الموضوع هذا الان يعني وبيوقعوا عليها كل طلاب الصف اسمه ميثاق. لما انا باجي بحاسب الطالب برجع للميثاق بحكي له انت خربشت على الحيط كتبت على الحيط طلع عقوبتك ايش هي انت خالفت عم الميثاق عم بتنفذوها انت هلا عم تنفذ جديد بهاي السنه هذا الاسلوب هذا لانه شيء هذا اسلوب كويس طبعا ممتاز. هذا الاسلوب استخدم من دول طيب ممتاز واحنا بنامل دائما احنا ايد بايد معاكم كوزاره التربيه والتعليم ومع الاخصائيين التربويين. انا بدي اشكر الدكتوره زينب الشوابكي مديره اداره التعليم العام من وزاره التربيه والتعليم وبشكر الدكتوره ايمي بتاوي اكاديميه تربويه من الجامعه الاردنيه. اليوم شرفتونا وبقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبه يوم المراه العالمي غدا. وبحكي كمان لمشاهدينا ونشمياتنا الاردنيات كل عام وانتم بالف خير. احنا نتامل من هالحلقه انه وصلنا الرساله لمعالجه المشكله وليس للتشهير باحد. احنا بنامل انه احنا طلابنا الاعزاء يؤدوا امتحاناتهم وينجحوا فيها ويحققوا التفوق لانه بكره انتم يعني من ساده البلد والبلد بنات المستقبل عليكم. طبعا مني عبيد عبدو ومن فريق العمل اجمل امنيات في امان الله.